النهارده ان شاء الله هنكمل موضوع سامبلينج بلانز. بس قبل ما نكمل احنا عايزين كده نشوف احنا عملنا ايه وايه اللي فاضل نعمله في السامبلينج بلان عشان نفهم ايه اللي احنا بنعمله بالظبط. دلوقتي احنا اتكلمنا يمكن على 3 حاجات اللي هو الاو سي كيرف والافريج سامبلينج نمبر والافريج توتال انسبكشن اماونت، وقلنا الثلاثه دول ضمن التكنيكس اللي احنا بنستخدمها عشان نعمل ايفالويشن للسامبلينج بلانز. دلوقتي احنا هنشوف هل المطلوب من السامبلينج بلان بس ان احنا نعمل ايفالويشن؟ لا، احنا المطلوب حاجتين. مطلوب عاده في السامبلينج بلان ان احنا نعمل ديزاين، نصمم السامبلينج بلان او نعمل ايفالويشن للسامبلينج بلانز دي. احنا يمكن ابتدينا بعمليه الايفالويشن عشان ده السيكونس طبيعي عشان نفهم بعد كده الديزاين زي ما هنشوف بعد كده، لكن نبقى عارفين اللي احنا بندرسه عموما في السامبلينج بلان ان احنا هنعمل حاجتين دول، هنعمل ديزاين وهنعمل ايفالويشن. ابتدوا هما يقسموا طرق الايفالويشن لحاجتين: طرق تدينا انفورميشن عن الاماونت انسبكتد، عن قيمه الكميه اللي انا هختبرها اللي هي كانت الاي اس ان او الاي تي اي، وطرق بتديني الافكتيفنس اوف سيرتن سامبلينج بلان. طيب مين في دول في اللي احنا قلناهم يندرج تحت اي طريقه؟ يعني دول طرق الاي ايفالويشن اللي احنا ابتدينا بيها. احنا ابتدينا بالاو سي كيرف وبعد كده قلنا الاي اس ان والاي تي اي. الاي اس ان والاي تي اي اللي هما الافريج سامبلينج نمبر والافريج توتال انسبكشن، دول تعتبر طرق بتستخدم عشان تدينا انفورميشن عن الاماونت انسبكتد، وزي ما قلنا الاي اس ان دي تدينا قيمه السامبل سايز اللي احنا بنختبر، او متوسط الافريج سامبل سايز اللي هي بيختبرها مين؟ الكونسيومر. والافريج توتال انسبكشن كانت اللي بيختبرها الكونسيومر والبروديوسر، لكن الاو سي كيرف كانت بتندرج تحت الافكتفنس ان انا بدرس الكفاءه. الحاجه اللي فاضله لي ان انا بعمل ايفالويشن بيها للسامبلنج بلان وبتدرس الافكتفنس اللي هي الافريج او الجوينج كواليتي، وده اللي احنا هنبتدي نتكلم عليها النهارده. يبقى احنا كده لو بنلخص الكلام ده، يبقى احنا السامبلنج بلان شغالين جزئين، او المسائل بتاعتنا هتبقى حاجه من اتنين: اما ان انا بقول لك اعمل ديزاين لسامبلنج بلان، واحنا لسه ما دخلناش في الجزء ده، بعد ما نخلص الافريج او الجوين كواليتي هنبتدي ندخل في الديزاين بتاع السامبلنج بلان، واما ان انا اقول لك قيس لي حاجه من الحاجات اللي بتعمل لي ايه الافكتفنس، او بتقيس نعمل ايفالويشن بمعنى اصح للسامبلنج بلان. وهطلب منك اما ان انت زي ما قلنا نعمل كونستراكشن او سي كيرف، او نحسب الاي اس ان او الاي تي اي، او نرسم الكيرفات بتاعتهم. طيب تعالوا نبتدي بقى في اخر جزء ان احنا بنعمل ايفالويشن للسامبلنج بلان ازاي، عن طريق حاجه بسميها افريج او جوينج كواليتي، ودي قلنا طريقه ان احنا بنقيس بيها الافكتفنس اللي هي بتستخدم مع الاو سي كيرف. مين هو الافريج او جوينج كواليتي؟ الافريج او جوينج كواليتي ده الفراكشن ديفكتيف اللي ناتج بعد ما بخلص السامبلنج بلان بتاعتي، الناتج في اللوت. يعني ايه؟ تعالوا كده نقول مع بعض. انا دلوقتي عندي لوت فيه نسبه ديفكتيف معينه 2% مثلا. اللوت ده اساسا اللوت سايز بتاعه 3000، ده فرض هياخد سامبل سايز مثلا بيساوي 200. جيت قلت لك انا الاكسبتنس نمبر بتاعي بيساوي 5، يعني معناها ان انا لو لقيت 5 ديفكتيف برودكتس او اقل انا هقبل لوت. المهم خدت السامبل سايز ال 200 ده وعملت عمليه انسبكشن، لقيت عندي في 4 ديفكتيف برودكتس، يبقى انا قبلت اللوت ده. بس هعمل ايه في الاربع ديفكتيف برودكتس؟ هبدلهم ب4 سلام. انا بالتاكيد لما بعمل انسبكشن على اي سامبل سايز والاقي في عندي منتجات معيوبه هبدلها على طول. انا في حد عندي البروديوسر، قصدي الكونسيومر، عايز اللوت يستلم لوت 3000، انا بتشيك على اللوت ده في المصنع عندي، او هو بيتشيك عليه بعد كده، بتشيك على سامبل معين، بس انا عايزه الباقي كله او ال 3000 كلهم يبقوا عندي ايه؟ اللوت بتاعي اقبله كله. طيب انا دلوقتي لما جيت عملت ايفالويشن لسامبل سايز معين طلع عندي 4 ديفكتيف برودكتس اقل من الاكسبتنس نمبر، يعني انا قبلت اللوت ده بس انا بدلتهم ب4 منتجات سليمه، معناها ان انا نسبه الديفكتيفز اللي في اللوت كله هل فضلت 2%؟ لا، قلت شويه لان انا بدلت شويه منتجات خليتها بقت منتجات سليمه. يبقى انا عندي ده بقى، يبقى اللي فاضل قد ايه؟ هي دي بقى معناها الافريج او الجرين كواليتي، ان انا البرسنتج ديفكتيف اللي فاضله في اللوت بعد ما خلصت عمليه السامبلنج بلان بتاعتي. طيب عملت دبل سامبلنج، خدت سامبل سايز اولانيه، خدت سامبل سايز ثانيه، واكسبت اللوت بعدها،
يبقى انا برضه نفس الكلام، كل الديفكتيف بودز اللي انا اكتشفتها في السامبل سايز الاولانيه او الثانيه في الحاله دي ببدلها بايه؟ بمنتجات سليمه. يبقى في التالي اللوت اللي ناتج هيبقى الديفكتيف اللي فيه اقل اساسا، اللي هي بنقول الاوت جوينج كواليتي اقل من البرسنتج نون كونفورمينج اللي كانت موجوده في اللوت الاساسي. هي دي معنى افريج اوت جوينج كواليتي، ودي العلاقه اللي احنا شايفينها قدامنا. علاقه الاكس اكسس ده البرسنت نون كونفورمينج، دي العلاقه الاكس اكسس ده هو نفسه اللي موجود في الاو سي كيرف والاي اس ان والاي تي اي، والعلاقه الواي اكسس ده الافريج اوت جوينج كواليتي. العلاقة زي ما احنا شايفينها، احنا متوقعين ايه لو خدنا عند اي نقطة؟ متوقعين ان انا لو خدت عند 2 percentage defective بيطلع الـ average او going quality المقابل ليها ايه؟ اقل. في جميع الاحوال هو اقل. ليه؟ لان انا زي ما بقول لكم ان انا بشيل، اما بكتشف اي defective product ببدلها بمنتجات سليمة. المفروض الكيرف ينزل عندي لغاية فين؟ نفترض ان انا رفضت لوت، يبقى انا هعمل عليه 100% inspection. عملت 100% انسبكشن، يبقى انا بدلت كل المنتجات المعيوبه منتجات سليمه، يبقى انا هوصل الافرج او جوين كواليتي بتساوي ايه؟ زيرو، لان انا ما بقاش عندي ولا منتج معيوب. عشان كده الكيرف عندي المفروض يبتدي بزيرو وينتهي عند اما اوصل لغايه برسنتج نون كونفورمينج عاليه، يوصل برضه عند زيرو او قرب الزيرو. طب بادي بزيرو ليه؟ لان انا لو عندي زيرو ديفكتيف برودكتس في اللوت معناها ان انا ما عنديش ولا معيوب اساسا. يبقى انا الافرج او الجوين كواليتي برضه ما عنديش ولا معيوب اساسا، هي هي. طيب زودت شويه زي ما احنا شايفين، عندي في نسبه معيوبات معينه بس نسبه قليله، يبقى انا احتمال ان انا اقبل اللوت ده كبير، يعني احتمال ان انا بس اخد سامبل سايز ما اعملش 100% انسبكشن. يبقى انا في الحاله دي بس هيطلع عندي بدلت اي منتج معيوب بمنتج سليم، يبقى هيطلع اقل شويه نسبه المعيوبات اللي ناتجه اللي هي الافرج او الجوين كواليتي. وبعدين اما ابتدي بقى ازود البرسنتج، كل ما زودت نسبه المعيبات كل ما كان احتمال ان انا اقبل لوت اقل، يعني احتمال ان انا اعمل 100% انسبكشن ازيد، وبالتالي بنلاقي الكيرف عندي بيقل بعد كده. يبقى العلاقه دي، طب الافرج او جوين كواليتي بنفس الكونسبت اللي احنا بنقوله ده، يبقى القانون بتاعه بيساوي ايه؟ بيساوي البرسنتج نون كونفورمينج في البروبابيلتي اوف اكسبتنس، احتمال ان انا اقبل قد ايه. يعني انا جاي اقول لك انا لو عندي زيرو برسنتج ديفكتيفز يبقى ايه احتمال ان انا اقبل؟ 100%. يبقى انا عندي افريج او جوين كواليتي بتساوي 100% في الزيرو، فطلعت زيرو زي ما هي، ان انا عندي طالع برضه زيرو ديفكتيفز. طيب لو عندي بقى العيوب زي ما احنا شايفينها 6% ديفكتيف من الكيرف اللي قدامنا ده كتير، يبقى البروبابيلتي اوف اكسبتنس قليله، عشان كده هنلاقي ان الكيرف بتاعي قل. طب قليله البروبابيلتي اوف اكسبتنس ليه الكيرف قل؟ معناها ان انا في احتمال اكبر ان انا اعمل 100% انسبكشن، احتمال اكبر ان انا اعمل 100% انسبكشن بالتاكيد نسبه المعيوبات اللي هي الافرج او الجوين كواليتي هتبقى اقل جدا. يبقى عشان كده شايفين الكيرف بيزيد وبعدين بيقل عندنا. البرسنتج نون كونفورمينج اللي هو الاكس اكسس ده بنسميه الانكامينج كواليتي، اللي هي اللي انا انتجتها اللي هي البدايه بتاعتي اللي هي اللي داخله لي، والواي اكسس زي ما قلنا اسمه افرج او الجوين كواليتي اللي هي اللي ناتجه بعد ما بعمل عمليه الانسبكشن بتاعتي بعد السامبلنج بلان. اعلى نقطه عندي في الكيرف ده بسميها average او going quality limit، دي الماكسيمم فاليو اوف average او going quality، دي اسوأ average quality ممكن تنتج عندي في اللوت. مش احنا عايزين ايه؟ انا عايز الافرج او going quality تبقى عاليه ولا تبقى قليله؟ اكيد تبقى قليله. ليه؟ لان ده اللوت اللي طالع اللي استلم وخلاص الكونسيومر بتاعي، يبقى ده ايه الشكل اللي عندي وده مفهوم. يبقى ده تكنيك بستخدمه عشان اعمل evaluation للسامبلنج بلان. الشكل اللي احنا قاعدين بنشتغل عليه ده بيترسم لسامبلنج بلان معينه، ده مش ارقام ثابته. يعني انا بالنسبه لسامبلنج بلان معينه، بالنسبه لوت سايز معين، سامبل سايز معين، اكسبتنس نمبر معين، بعرف ان انا عندي لو نسبه برسنتج نون ديفكتيف معينه موجوده في اللوت واستخدمت السامبلنج بلان دي، متوقع ان انا بعد ما اخلص سامبلنج بلان دي يطلع في اللوت قد ايه، الافرج اللي هيطلع في اللوت اللي هي هيستلمه الكاستمر بتاعي قد ايه. فدي الايفالويشن بتاعي. الشكل اللي هنا بيبين لنا، طب انا لو نفس السامبلنج بلان هي هي، يعني نفس السامبل سايز معنى اصح، نفس اللوت سايز بس الاكسبتنس نمبر قل او زاد، هيأثر ازاي الافرج او جوين كواليتي؟ بالكونسبت كده انا معنى ان الاكسبتنس نمبر بيزيد معناها البروبابيلتي اوف اكسبتنس بتزيد ولا بتقل؟ كل ما زاد الاكسبتنس نمبر كل ما كان احتمال البروبابيلتي اوف اكسبتنس بتزيد. وانا عندي الواي اكسس هنا مرسومه بين ايه؟
عبارة عن الأفريج أو الكورنج كواليتي اللي هي probability of acceptance مضروبة في الإيه في البرسنت نون كونفورمينج. يبقى بالتالي كل ما زادت probability of acceptance كل ما الكيرف بتاعي كان أعلى. عشان كده شايفين إن أنا لو بصيت أنا عندي اللي هو الكيرف اللي هو أسود ده كان الأكسبتنس نمبر بيساوي 1، لكن الأزرق كان الأكسبتنس نمبر بيساوي 12. فكل ما زاد الأكسبتنس نمبر كل إيه ما زاد probability of acceptance كل ما كان الأفريج أو جوين كواليتي أعلى. الكلام ده لو بصينا جاي من مين؟ جاي من الأوسي كيرف. أنا الأوسي كيرف كان إيه شغال بقى كل ما زدنا. هنا نفس الكلام، كل ما زاد ال acceptance number كل ما زاد probability of acceptance كل ما كان الكيرف بتاعي أعلى في الأوسي كيرف. السهم اللي إحنا عاملينه ده السهم اللي هو اتجاه النقص بتاع إيه بتاع ال acceptance number زي ما إحنا شايفين. عشان كده بقول لكم الموضوع ده ليه علاقة بالأوسي كيرف، لأن الأوسي كيرف كان بيديني probability of acceptance، والافرج او outgoing quality بناخد probability of acceptance ده بنضربه في الايه في البرسنت نون كونفورمينج. عشان كده هما دول الاثنين دول بيستخدموا مع بعض في عمليه ايه ان هم يقيسوا الافكتفنس بتاعت السامبلنج بلان اللي موجوده عندي. تعالوا دلوقتي نعمل كونستراكشن للافرج او outgoing quality curve. تعالوا كده نمشي خطوه خطوه. اول حاجه عشان اعمل كونستراكشن للكيرف هبص على المعادله بتاعته. المعادله بتاعته كانت بتساوي 100 بي نوت بي نوت اللي هو الفراكشن نون كونفورمينج اللي هو الانكامينج كواليتي اللي احنا قلنا عليه، مضروبه في مين؟ في probability of acceptance. زي ما اتفقنا انا كل سامبلنج بلان معينه لها افريج او جوينج كواليتي كيرف محدد. يبقى انا هبص على السامبلنج بلان بتاعتي اللي هو هيديها لي في المساله، وابتدي اول حاجه اطلع معادله probability of acceptance. يبقى دي الخطوه الاولى اللي انا هشتغل عليها. طيب انا هنا عندي سامبلنج بلان ايه؟ مديني سامبل بلان بيساوي ان اللي هو اللوت سايز بيساوي 3000، السامبل سايز 89، الاكسبتنس نمبر بيساوي 2. السامبلنج بلان دي سنجل سامبلنج بلان. طيب البروبابيلتي والاكسبتنس المعادله بتاعتها بتساوي ايه؟ هو مديني ايه؟ مديني الاكسبتنس نمبر بيساوي 2. معناها ان انا هقبل امتى اللوت ده؟ لو انا عندي 2 ديفكتيفز او اقل، يبقى معناها معادله البروبابيلتي والاكسبتنس بتساوي كام؟ 2 اور لس. يبقى انا هنا اما ادخل على الجداول هدور على probability of acceptance بيساوي 2 or less. الافريج او جوينج كواليتي ممكن اطلبه لاي سامبلنج بلان سواء سنجل دبل تريبل مالتيبل. هي الفكره كلها ان انا بحدد معادله probability of acceptance زي ما كنت بعمل في الاوسي كيرف، بس الاوسي كيرف كنت برسم على طول probability of acceptance، هنا بس هضربه في ايه؟ في 100 بي نوت. تعالوا نشوف مع بعض كده. زي ما كنت بعمل في اي كيرف تاني انا ببتدي اعمل assumptions للفراكشن نون كونفورمينج اللي هي الانكامينج كواليتي، واحسب على اساسها الايه القيمه الثانيه. طبعا اول نقطه اللي انا عارفها اللي هي الزيرو. انا عندي زيرو انكامينج كواليتي او عندي زيرو برسنت نون كونفورمينج هيبقى الافريج او الجوينج كواليتي بتساوي ايه؟ بتساوي زيرو. يبقى دي نقطه بدايه الكيرف على طول. طيب لو انا عندي واحد من 100 فراكشن نون كونفورمينج، هاجي عايز احسب ان بي نوت السامبل سايز بتاعي بيساوي كام؟ 89. يبقى أنا عندي 1 من 100 في 89 اللي هي 89 من 100، هاخدها بالتقريب 9 من 10. هبتدي أدخل في الجداول عند 9 من 10 وعند سي بتساوي كام؟ 2. بس هاخد طبعا القيمة اللي بين الأقواس لأن احنا الـ acceptance number بيساوي 2 or less. هيطلع بصوا كده على الجدول معايا، عند ان بي بتساوي 9 من 10 وعند سي بتساوي 2، القيمة اللي بين القوسين هتبقى 938 من 1000. دي الـ probability of acceptance. هضربها في مين؟ أنا عندي الفراكشن نون كونفورمينج 1 من 100 هضربه في 100 يعني بواحد، يبقى واحد مضروب في 938 من 1000 هتطلع 938 من 1000. يبقى دي أول نقطة مقابل ليه 1 من 100 فراكشن نون كونفورمينج هيبقى عندي إيه؟ 938 من 1000. طيب 2 من 100 هيبقى عندي هنضرب 2 من 100 في 89 اللي هي الإن هتطلع 1.8 من 10. هل أنا عندي 1.8 من 10؟ عندي 1.8 من 10. هتطلع القيمة من الجدول عند الأكسبتنس نمبر بيساوي 2 هتطلع 731 من 1000. يبقى القيمة عندي المتوقع هيحصل ايه؟ هتزيد. أنا بادي بالزيرو وبعدين قيمة هتوقع تزيد لغاية أما توصل لقيمة معينة اللي هي average أو going quality limit اللي هو البيك بتاعتي، وبعدين تبتدي تقل تاني. يعني إمتى هوقف الكيرف بتاعي؟ أما يبتدي يقل تاني، أما أعدي البيك وتبتدي القيم تقل. يبقى أنا في الحالة دي إيه؟ هستوب الاي كيرف. باخد حوالي ممكن يعني 5 6 نقط، بس المهم ان انا اعدي البيك بتاعتي وايه وانزل انها تبقى قليله او بالزيرو تاني. فاحنا هنشوف كده الارقام هنلاقي ان احنا لغايه ما وصلنا ل 7 من 100 هنلاقي ان القيمه وصلت 3
من 10 اللي هو ايه الافريج او جرين كواليتي، عشان كده وقفت الكيرف عند ايه الحد ده. يبقى انا هنا لو بصيتوا في الارقام البيك بتاعتي فين؟ اعلى قيمه عندي بتساوي ايه اللي هي 1.48 من 100 اللي هي عند percentage non conforming بتساوي ايه 3%. ده شكل الكيرف بتاعي. يبقى انا عندي هنا رسمته بين 100 بي نوت اللي هي percent non conforming وبين الافريج او جوين كواليتي زي ما قلنا اعلى قيمه اللي هي حوالي ايه قرب 1.5 اللي هي 1.4 وشويه. طيب احنا هنا بنفترض ايه او يعني ايه السامبلنج بلان اللي احنا رسمنا على اساس الافريج او جوين كواليتي؟ هي سنجل سامبلنج بلان، بس احنا افترضنا ان احنا اي ديفكتيف برودكت بنبدله بايه بمنتج سليم. يبقى ده الكونسبت اللي انا بني عليه اساس الافريج او جوين كواليتي كيرف. طيب عايزاكم كده ناخد بالنا من حاجه، ايه اللي انا كاتباه تحت ده؟ كل ما اتغيرت قيمه البرسنتج نون كونفورمينج بغض النظر انها اي قيمه، الافريج او جوين كواليتي ما بتعديش ابدا الافريج او جوين كواليتي ليميت. يبقى انا عندي قيمه ماكسيمم، دي الورست كيس بتاعي اللي بسميها افريج او جوين كواليتي ليميت، ده اعلى ليميت بيديني ايه بيرسنت نون كونفورمينج لايه الافريج او جوين كواليتي، او بيديني افريج او جوين كواليتي اللي هي الفراكشن في اللوت اللي ناتج بيبقى اعلى قيمه عندي مقابل الايه الافريج او جوين كواليتي ليميت. يبقى ده الكيرف بتاعي. طب انا رسمت كده زي ما بقول لكم لسامبلنج ده معين، رسمت افريج او جوين كواليتي، استفدت ايه بقى؟ ان انا اعرف لو انا طبقت السامبلنج بلان بتاعتي دي وكان عندي عدد مثلا معيوبات اللي في اللوت بتاعي 4%، يبقى انا متوقع ان اللوت اما يوصل للكونسيومر يبقى فيه نسبه معيوبات قد ايه. هلاقي هنا عند 4% لو دخلت على كيرف هلاقي انها مثلا 1.3%، ده اللي هو الافريج او جوين كواليتي بتاعتي. يبقى هو ده اللي انا بطلعه ان انا بعمل ايفالويشن، بقيم ان انا عندي لو في عيب معين اللي هيوصل ده هل انا راضي عنه ولا لا في الحاله دي. يبقى انا بشوف السامبلنج بلان بتاعتي دي بقيمها. يبقى انا بقيم بحاجتين، بقيم بالاو سي كيرف وبقيم بايه بالافريج او جوين كواليتي اللي موجوده عندي. طيب تعالوا نشوف مساله تانية. بيقول لي عايز يحسب الافريج او جوين كواليتي فاليوز للفول ايه للسامبلنج بلان اللي موجوده عندي هنا، عند ايه؟ عند نص percentage defective products. انا قلت لكم انا بقيم لو انا عندي نسبه ديفكتيف معينه، انا ده التارجت بتاعي او ده اللي انا عارف اللوت بتاعي دي الديفكتيف المتوقع انها تبقى موجوده فيه، هل ده هيبقى مقبول ولا مرفوض بالنسبه لي ان الافريج او جوين كواليتي ده قيمه محدده. طيب هنا انا ممكن ما ارسمش الكيرف خالص، انا ممكن احسب. هنحسب ازاي؟ تعالوا نشوف. انا عندي هنا السامبل سايز بيساوي 70 والاكسبتنس نمبر بيساوي 2 والريجكشن نمبر بيساوي 5، دي كده سنجل سامبلنج بلان. طيب انا عندي البروبابيلتي اوف اكسبتنس هنا بتساوي كام؟ 2 اور لس، عشان عندي الاكسبتنس نمبر بيساوي 2. ماليش دعوه خالص بالبرسنتج افكتيف اللي هو عايزها دلوقتي، انا عايز اكتب المعادله. يبقى اول خطوه سواء رسمنا او ما رسمناش انا هكتب معادله البروبابيلتي اوف اكسبتنس. يبقى معادله البروبابيلتي اوف اكسبتنس بتساوي 2 اور لس. طيب انا عندي دلوقتي عايز بقى ابتدي احسب، كتبت المعادلة ابتدي بقى اشوف هو قايل لي عند 0.5% ديفكتيف. طيب يبقى انا عندي هاجي كده اعوض نص دي اللي هي ايه 100 بي نوت، عندي ال ان بتاعتي بتساوي كام 70، يبقى ان بي نوت هتطلع بتساوي 35%. هاجي كده ادخل في الجدول اللي عندي، هل انا عندي 35%؟ لا، عندي 3.10 وعندي 4.10، يبقى هاخدهم واقسمهم على 2. بس عندي السي بتساوي كام؟ 2. عن 3.10 بتساوي 996 من 1000، وعند 4.10 992 من 1000. يبقى انا الافرج بتاعهم اللي هو 994 من 1000. يبقى انا عندي البروبابيلتي اوف اكسبتنس بتساوي 994 من 1000. في الحاله دي يبقى انا عندي هنا ايه بقى؟ هضربه عندي في 100 بي نوت، هيطلع عندي الافرج او جوين كواليتي بتساوي ايه؟ 0.497. يبقى هو ده القيمه اللي عندي. يبقى انا اديتك برسنتج ديفكتيف معينه اللي هو نص برسنتج، ابتديت انا احسب على اساسها ايه القيم اللي موجوده عندي. بس خلي بالكم ما اجي احسب ال ان بي نوت ناخد بالنا ايه النص دي نص برسنت، لكن انا بحسب ايه على طول الفراكشن، بضرب الفراكشن في ايه في ال ان اللي هو السامبل سايز، طلع عندي ايه 35 من 100.
وبعد كده بجيب عن طريق ال NB نوت ايه وال acceptance number بجيب ال probability of acceptance واحسب بقى ايه ال average او going quality. يبقى انا هنا طلعت عند القيمة اللي هو عايزها على طول. فممكن عشان طبعا في الامتحان انا مش هقعد اقول لكم رسموا كيرفات في كل حاجة، لكن هطلب. يبقى انت بس تبقى عارف المعادلة وتبتدي تطبق ايه percent defective معينة، او ممكن اقول لك رسم الترف وطلع منه عند percent defective معينة طلع ال average او going quality في الحالة دي هتبقى بتساوي ايه. طيب احنا كل ده كنا بنتكلم على ايه single sampling plan. طب لو خدنا بقى عايزين نحسب average او going quality لايه لدبل سامبلنج بلان وبرضو عند النص بيرسنت ديفكتف. دلوقتي عندي الدبل سامبلنج بلان اللي موجودة عندي اللوت سايز عندي 10,000، السامبل سايز لأول سامبل 200، الأكسبتنس نمبر بيساوي 2، الريجكشن نمبر بيساوي 6، تاني واحدة عندي 300، أكسبتنس نمبر بيساوي 5، والريجكشن نمبر بيساوي 6. ايه بقى probability of acceptance المعادلة بتاعتها؟ احتمال ان انا اقبل من اول سامبل. تعالوا كده بقى نفكر ونرجع كده شويه للايه للمحاضرات اللي فاتت. احتمال ان انا اقبل من اول سامبل لو انا طلع عندي ايه، هبص على الاكسبتنس نمبر بتاع اول سامبل بيساوي كام؟ 2. يبقى انا احتمال ان انا اقبل من اول سامبل ان انا يطلع عندي 2 ديفكتيف او اقل من اول سامبل. طيب هل كده انا خلصت؟ لا، انا ممكن اقبل من السامبل الثانيه، يبقى دي لازم داخله في معادله زي البروبابيلتي اوف اكسبتنس. طب ايه احتمال ان انا اقبل من السامبل الثاني؟ انا هدخل في السامبل الثانية امتى؟ لو انا عندي 3 ديفكتيف برودكتس او 4 او 5 في الحالة دي هاخد سامبل ثانية. طب لو طلع عندي 3 ديفكتيف برودكتس في السامبل الاولى، يبقى انا هيطلع عندي كام في السامبل الثانية عشان اقبل؟ 2 or less. ليه؟ لان انا الاكسبتنس نمبر في السامبل الثانية 5. طيب لو طلع عندي 4 ديفكتيف برودكتس في السامبل الاولى، يبقى انا هقبل امتى؟ لو انا طلع عندي 1 or less من السامبل الثانيه. طب لو طلع عندي 5 ديفكتيف برودكت من السامبل الاولى، يبقى انا هقبل امتى؟ لو انا طلع عندي 0 ديفكتيف برودكت من السامبل الثانيه. تعالوا كده بقى نشوف مع بعض. يبقى انا عندي هنا البروبابيلتي اوف اكسبتنس في الحاله دي المعادله مش معادله واحده بقى، حاجتين مجموعين على بعض. ليه؟ لان انا عندي احتمال ان انا اقبل من السامبل الاولى زائد احتمال ان انا اقبل من السامبل الثانيه. احتمال ان انا اقبل من السامبل الاولى ان 2 or less، ونكتب زي ما قلنا انها ليها علاقه بالسامبل الاولى عشان ما نيجي نطلع من الجداول ما نلخبطش، لان انا هبقى شغاله بالان بتاعت ايه بتاعت السامبل الاولى. ايه احتمال ان انا اقبل من السامبل الثانيه؟ خلي بالكم انا هنا ممكن ارسم التي اللي احنا بنرسمها عادي جدا واطلع منها وده الاحسن، لكن انا عملتها ايه بسرعة كده عشان بفكر معاكم، لكن الأحسن لكم في امتحان إن احنا بنرسم عشان نعرف ناخد decision. طيب إيه احتمال إن أنا أقبل من السامبل التانية؟ إن أنا يطلع عندي 3 من السامبل الأولى، عشان كده قلت 3 من السامبل الأولى و2 أو less من السامبل التانية، أو يطلع عندي 4 من السامبل الأولى و1 أو less من السامبل التانية، أو يطلع عندي 5 من السامبل الأولى أو 0 من السامبل التانية، الكلام اللي احنا لسه قايلينه. أنا محتاج أحسب هنا إيه عشان أطلع؟ محتاج احسب 2 ان بي، ان بي للسامبل سايز الاول وان بي للسامبل سايز الثاني، بس هحسبهم لمين؟ انا هنا بقى مش شغاله، مش هفترض ارقام، انا هنا مديني على طول نص في الميه ديفكتيف. يبقى انا عندي نص في الميه، يعني نص على 100 مضروبه في مين؟ في 200، تطلع لي بواحد. ال ان بي نوت اللي هي الايه للسامبل الاولى، وان بي نوت للسامبل الثاني هتبقى بتساوي ايه؟ 300، ده السامبل سايز الثاني مضروب برضه في ايه؟ في نص على 100، هتطلع بواحد ونص. يبقى انا دايما هدخل في الجداول عند ان بي بتساوي واحد او ان بي بتساوي واحد ونص، والاثنين موجودين ما فيهمش اي تعيب. هبتدي بقى اعوض عندي بالقيم بتاعتي، بس نخلي بالكم انا امتى زي ما كنت بقول بالظبط في الاو سي كيرف، امتى بكتب 2 اور ليس وامتى ببقى بدور على رقم بس. يعني لو انا عندي بشتغل بروبابيلتي واكسبتنس السامبل الاولى، يبقى انا هشتغل على ان بي بتساوي واحد، يبقى ادخل عند الواحد. بروبابيلتي في اكسبتنس 2 اور لس، يبقى هدخل عند اكسبتنس نمبر بيساوي 2، هتطلع عندي كام؟ 92% من الجداول لو بصينا في الجدول. اما اجي بقى اشتغل عند السامبل الثانيه، هاجي اول حاجه هقول احتمال ان انا يطلع عندي 3 بالظبط كده من السامبل الاولى، يبقى انا هدخل برضه طالما قلت من السامبل الاولى هيبقى هدخل عند ان بي بتساوي 1. طيب 3 هدخل عند اكسبتنس نمبر بيساوي 3، هيطلع عندي كام؟ 61%. انا هنا خدت رقم اللي بره الاقويس. ليه؟ لان انا مش شغاله كوميونتي، انا شغاله طلعت 3 بالظبط ديفكتيف برودكت من السامبل الاولى.
مضروب في مين؟ في 2 or less بس من السامبل الثانية. طالما قلت من السامبل الثانية يبقى انا هاخد ان بي بتساوي ايه؟ 1.5. واقول عند ال 1.5 2 or less اللي هي طالعه كام؟ 809 من 1000. خلي بالكم انا قاعده بطلع معاكم الجداول عشان يبقى الموضوع فاميليار بالنسبه لنا، يبقى الموضوع سهل ما فيهوش اي مشاكل، احنا ستريت فورورد. بس اهم حاجه ان احنا نبقى عارفين الكيرف ده المعادله بتاعته ايه، لكن احنا شغالين بطريقه ايه؟ سيستماتيك. طيب زائد احتمال ان انا يطلع عندي 4 بالظبط من السامبل الاولى، يبقى هدخل عند رقم 1 وعندي 4 من السامبل الاولى اللي هي هتبقى كام؟ 16 من 1000 مضروبه في كام؟ في 1 اور لس من السامبل الثانيه. طالما قلت سامبل ثانيه يبقى ان بي بتساوي ايه؟ 1.5. 1.5 وعندي 1 اور لس يبقى 558 من 1000 زائد احتمال يطلع عندي 5 بالظبط من السامبل الاولى، هدخل عند 1 وعند الخمسة هيطلع عندي كام؟ 3 من 1000 رقم اللي بره الأقواس. طيب ويطلع عندي 0 من إيه؟ من السامبل الثانية. هاجي عند 1.5 وعندي 0 وهيبقى عندي 223 من 1000. جبت كده جمعت معادلة probability of acceptance للسامبل الثانية طلعت كلها 5 من 100، لكن أنا عايزة بقى أجيب probability of acceptance اللي أنا هحسب بيها الأفريج أو جوين كواليتي، يبقى لازم هجمع اللي هي احتمال ان يطلع عندي من السامبل الاولى زائد احتمال ان انا اقبل من السامبل الثاني، يبقى جمعت الاثنين فهيطلع عندي ده قيمه ايه؟ البروبابيلتي اوف اكسبتنس التوتال، هضربها في مين بقى؟ هضربها في نص اللي هي 100 بنوت، يبقى انا طلعت عندي كده الافريج اوت جوين كواليتي اللي هو طالبها مني من غير ما ارسم الكيرف اللي موجود عندي. يبقى ده لو انا اشتغلت على سنجل او اشتغلت على دبل سامبلنج بلان. طيب تعالوا نشوف مساله ثانيه. انا عندي سامبلنج بلان معينه السامبل سايز بتاعها بيساوي 200 والاكسبتنس نمبر بيساوي 0، انا عايز اعمل هنا بقى كونستراكشن او سي كيرف. يبقى ده الطلب الثاني، اما ان انا اطلب عن قيمه معينه او اعمل كونستراكشن او سي كيرف. وهنا بيقول لك حدد من الرسم الافريج او جوين كواليتي فاليو. طيب تعالوا نشوف انا عايز اعمل كونستراكشن او سي كيرف، قلنا اول خطوه هنعملها ايه؟ هنحدد ايه هي معادله البروبابيلتي اوف اكسبتنس. هنا انا عندي السي بتساوي 0، يبقى انا ايه معادله probability of acceptance؟ ان انا يطلع عندي 0 defective خلاص. طيب هنفترض قيم بقى، هنبتدي نقول انا عندي اول قيمه 0 خلاص ما اختلفناش، هبتدي اخد قيم مختلفه اهو. خدت عندي ايه؟ اهو 1 من 10 2 من 10، نص، 1 1.5 2 5، دي قيم مختلفه. انا بفضل ماشي كده لغايه امتى؟ لغايه اما يبتدي زي ما قلنا انا هنا مشيت لغايه اما الكيرف وصل لزيرو تاني. وصل لزيرو معناها ان انا عملت 100% انسبكشن. انا قلت لكم وصل ديفكتيف زادت خلاص، انا احتمال البروبابيلتي اوف اكسبتنس بيساوي زيرو، احتمال ان انا ارفض هو ايه اللي 100%. يبقى في الحاله دي هرجع تاني لغايه الزيرو. يبقى انا المفروض انا بس مش لازم ان احنا زي بقول لكم ان احنا لما نيجي نرسم الافريج او جوين كواليتي كيرف ان انا انزل لغايه الزيرو، لا انا ممكن انزل لغايه قيمه زي ما قلت لكم ان انا بعدي بيك وبنزل تاني عشان يبقى عدد النقط. طبعا في الامتحان احنا قلنا بناخد ممكن 5 6 نقط بكتير، لكن هنا عشان انا ايه بحل عادي ابين لكم ان احنا المفروض في الاخر بنبتدي بالزيرو وننزل نوصل لغايه الزيرو تاني. ليه؟ لان انا لو عملت 100% انسبكشن يبقى في الحاله دي بالتاكيد مش هيطلع عندي في الافريج او جوين كواليتي ولا ديفكتيف برودكت. طيب احنا هنا بناخد قيمه لو انا عندي 1 من 10 زي ما قلنا اللي هي دي ال بسات نون كونفورمينج، يبقى انا عندي هضرب ان بي نوت. ان بي نوت اللي هي انا عندي ال ان ب 200، 200 في 1 من 10 على 100، ده الطريقه اللي انا بحسب بيها. يبقى هطلعها 2 من 10. 2 من 10 هنا البروبابيلتي اوف اكسبتنس بتساوي كام؟ هدخل عندي 2 من 10 وعندي اي سي بتساوي 0، هتطلع عندي 819 من 1000 لو بصينا في الجدول. 819 من 1000 هضربها في 1 من 10 هتطلع عندي 0.0819. طيب لو جينا بعد كده خدنا 2 من 10 يبقى انا عندي كده برضو هضربها ان بي نوت طلعت عندي ب 4 من 10 هدخل في الجدول عندي الزيرو هيطلع كام؟ تعالوا كده نشوف هتطلع 67 من 100. طيب هبتدي ازود، لاحظنا ان البيك بتاعتي عند ايه؟ عند نص، وبعد كده هتبتدي تقل تاني لغايه ما وصلت الزيرو اللي في ايه؟ عند 5% نون كونفورمينج. يبقى انا هبتدي دي القيمه بتاعتي اللي هي اعلى قيمه انا ممكن اطلعها من الجدول على طول، بس انا طالبه منك كده ان انت تعمل كونستراكشن الافريج او جوين كواليتي كيرف، يبقى احنا هنرسمه. لكن لو طلبت منك ان احنا نطلع القيم من غير رسم
ان انا اقول لك كالكليت القيم المختلفه وطلع لي منها، فانت تبص في الجدول اعلى قيمه دي بتعتبر ايه البيك بتاعتي اللي موجوده عندي. يبقى هو ده الافريج او جوين كواليتي. ليميت بيساوي كام؟ بيساوي 0.184. خلي بالك انا بطلعه من الايه، من الواي اكسس اللي هو الافريج او جوين كواليتي. ده اعلى قيمه الافريج او جوين كواليتي اللي ممكن تنتج لو استخدمت السامبلنج بلان دي. ده معنى الكونسيبت بتاعت الافريج او جوين كواليتي ليميت، ان هي دي اعلى قيمه بيرسنتج نون كونفورمنج ممكن تطلع في اللوت اللي هو ايه الناتج بعد ايه استخدام السامبلنج بلان اللي انا بستخدمها دي، طبعا مش باي سامبلنج بلان. يبقى ده ايه القيمه. دلوقتي هنبتدي مع بعض في جزئيه تانية. احنا لغايه دلوقتي خلصنا ايه؟ خلصنا الايفالويشن للسامبلنج بلان. احنا قلنا من الاول الليكتشر ان احنا بنقسم السامبلنج بلان لحاجتين، اما ان انا بعمل ديزاين لسامبلنج بلان او بعمل ايفالويشن لسامبلنج بلان. احنا خدنا اربع حاجات بيعملوا بيهم ايفالويشن. خدنا ان احنا يا اما بطلب منك او سي كيرف، يا اما بنحسب اي اس ان، يا اما بنحسب اي تي اي، يا اما بحسب افريج او جرين كواليتي. وفي اثنين منهم قلنا ليهم علاقه بالافكتفنس اللي هو الاوبريتنج كاركترستيك كيرف والافريج او جرين كواليتي، واثنين لهم علاقه بالاماونت انسبكتد ودي لها علاقه بالكوست بتاع السامبلنج بلان اللي هم الاي اس ان والاي تي اي. الاربعه دول احنا كده دي طرق الايفالويشن. طيب انا عايز ابتدي بقى ان انا ازاي بعمل ديزاين للسامبلنج بلان. وعشان اعمل ديزاين لسامبلنج بلان عشان تبقوا عارفين انتوا بيطلب منكم ثلاث حاجات، اما ان انا بعمل ديزاين لسامبلنج بلان من وجهه نظر الكونسيومر او من وجهه نظر البروديوسر، او براعي فيها الحاجتين الكونسيومر والبروديوسر ات ذا سيم تايم. يبقى ده الثلاثه كونديشن اللي موجودين. بس قبل ما نبتدي نتكلم عن الديزاين في شويه حاجات لازم نفهمها الاول، شويه كونسبت اللي هو ايه الكونسبت بتاع الكونسيومر وايه الكونسبت بتاع البروديوسر، عشان اعرف اما اقول لك ان انا هعمل سامبلنج بلان من وجهه نظر الكونسيومر يبقى انا ايه المطلوب مني، او من وجهه نظر البروديوسر يبقى انا ايه المطلوب مني. دلوقتي انا عايزاكم ترجعوا لحاجه كده في اول ليكتشر قلناها في السامبلنج بلان خالص. قلنا ان انا ايه العيب ان انا بستخدم سامبلنج بلان عن ان انا اعمل 100% انسبكشن. العيب دايما ان انا عندي ريسك. ريسك من ايه؟ ريسك ان انا ارفض لوتس مقبوله، يعني ريجكتنج كونفورمينج لوتس، او اقبل لوتس اساسا نون كونفورمينج. يعني ايه تاني؟ انا عندي دايما في ريسك ان انا يكون عندي لوت اساسا كويس، يعني كواليتي ليفل بتاعه اللي انا عايزها، ومع ذلك ان انا ارفضه صدفه. انا السامبل سايز اللي انا طلعته جت كده عديت فيها الاكسبتنس نمبر، لو كنت الباقي كله ما فيهوش عيوب فانا رفضت لوت، بس اللوت ده مقبول اساسا. طب دي مشكله. طبعا مشكله. ليه؟ لان انا هضطر اعمل 100% انسبكشن. طب المشكله دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه للبروديوسر. البروديوسر لو هو كان لوت فعلا مقبول وخد سامبل بلان وصادف ان هو رفض السامبلنج بلان دي، يبقى هيضطر يعمل 100% انسبكشن. ده كوست عالي، تايم، ده تكلفه عاليه جدا. يبقى انا دلوقتي اللي انا كاتباه بقى بالاسود كده ان انا البروديوسر عايز دايما ان كل اللوتس المقبوله يقبلها، ما يبقاش فيه نسبه مجازفه، ما يبقاش فيه ريسك ان هو يرفض اي لوت مقبول، لان ده هيزود عليه تكلفه. يبقى ده معنى الجمله ان البروديوسر عندي اللي هو المنتج بيحتاج ان كل اول اكسبتبل لوتس اكسبتد، ان هو كل اللوتس اللي هي فعلا مقبوله ان هو يقبلها، ما يبقاش فيه اي ريسك ان هو يرفض لوت مقبول. طيب لو بصينا من وجهه نظر الكونسيومر دلوقتي، انا عايزه في مشكله ثانيه عندي ريسك ان انا اقبل نون كونفيرم لوتس، ان انا عندي لوت فيه عيوب كتير وانا قبلته، دي مشكله بالنسبه لك كونسيومر. يبقى الكونسيومر عايز ايه؟ لو انا عندي لوت فيه مشاكل او نسبه النون كونفيرم معديه اللي انا عايزه انها ارفضها، يبقى الكونسيومر عايز كل الان اكسبتبل لوتس ريجكتد، ان لو في حاجه ان اكسبتبل لوت في مشكله ان انا ارفضه، ما يبقاش في اي ريسك ان انا اقبله. يبقى ده بقى ايه المفهوم الجمله اللي موجوده فوق. يبقى ده كونفليكت بين الاثنين. يبقى انا البروديوسر عايز كل الاكسبتبل لوتس اكسبتد، والكونسيومر عايز كل الايه الان اكسبتبل لوتس ريجكتد. يبقى ده المفهوم بين الاثنين. طيب اللي انا هسمعه قدامكم ده بسميه ايديال او سي كيرف. مين الايديال او سي كيرف؟ ده الشكل الاصلي بتاع الاو سي كيرف اللي هو المفروض لو انا شغاله ايديال يطلع كده. ايه الشكل ده؟ دلوقتي انا عندي دايما بقول فيه كواليتي ليفل معين، يعني انا ما عنديش حاجه ان انا اجي اقول المصنع ده او مصنعي انا ده خط الانتاج ده انا عامله المكن ومظبطه الدنيا ان هو يطلع زيرو ديفكتيف برودكتس. استحاله. انا استحاله ما يطلعش عندي معيوبات ولو بنسبه قليله جدا. ان شاء الله معيوبات، يعني بقول يعني 4% زي هو الستة سيجما كونسبت. انا لسه لازم يطلع عندي.
يبقى ده سميه كواليتي ليفل، ان انا سامحه ان انا مصممه ان انا عندي كواليتي ليفل معين بس المفروض ما عندهوش. يعني انا عندي هنا، لو انا في الكيس اللي عندي هنا، انا نسبه ال percent non conforming اللي انا سامحه بيها اللي هي ال 15 من 1000%، ده انا ده الكواليتي ليفل بتاعي. يبقى معناه ان انا لو انا من غير سامبلنج بلان، لو انا عملت 100% انسبكشن، يبقى المفروض اي حاجه نسبه الديفكتيف برودكت بتساوي او اقل الكواليتي ليفل بتاعي اقبلها. عشان كده واحد ان احتمال قبولها يبقى 100%، ولو عدت اول ما تعدي الكواليتي ليفل يبقى ارفضها على طول، ده الايديال. لكن انا عشان دخلت في احتمالات ودخلت ان انا بعمل سامبلنج ما عملش 100% انسبكشن، يبقى انا في الحاله دي ايه، طلع عندي الكيرف واخد الشكل اللي احنا متعودين عليه. هنا لو انا عامله 100% انسبكشن يبقى كان لازم يطلع لي بالشكل ده، ان هو خلاص انا اتاكدت. فلو انا عندي هنا اللوت انا بقبله امتى؟ لو انا عندي طلع المايوتي اللي فيه بتساوي الكواليتي ليفل بتاعي او 1000، اللي هي ما عدتش الكواليتي ليفل اللي انا سامحه بيه اساسا، يبقى واحد. اول ما اعديها انا هرفضها. يبقى ده ايه الايديال اي او سي كيرف لو انا بعمل 100% انسبكشن. نتيجه ان انا عملت السامبلنج بلان طلع عندي ايه الشكل بتاعي مختلف، فده اللي طلع عندي فيه ريسك. خلي بالكوا انا لو عندي الايديال ما كانش بقى عندي فيه اي ريسك، خلاص ما انا بعمل 100% انسبكشن، يبقى مفيش اي ريسك بالنسبه للبروديوسر او الكونسيومر. في جميع الاحوال لو اللوت بتاعي مقبول انا هقبل، ولو المفروض هفوضه لان انا بعمل 100% انسبكشن. لكن انا قلت ان انا بعمل سامبلنج بلان دي لاعتبارات ثانيه، الوقت، تكلفه، لو انا عندي ديستراكتيف تيست وات ايفر، يبقى في ريسك. بس انا بختار بقى السامبلنج بلان اللي بتحاول تقلل الريسك دي. يبقى انا في جميع الاحوال انا في ريسك موجوده. ليه؟ لان انا عملت سامبلنج بلان، انا مش هقدر ان انا الغي ريسك. لو انا عامله 100% انسبكشن بالشكل اللي قدامي ده انا مفيش ريسك، يبقى انا الريسك بالنسبه للبروديوسر والكونسيومر للشكل الايديال ده بتساوي زيرو. لكن انا عملت سامبلنج بلان يبقى ده الشكل المعتاد بتاع الاو سي كيرف اللي احنا بنرسمه، يبقى لازم في ريسك معين. لكن انا اللي عايز اعمله، عايز احكم الريسك بتاعي، ان انا جاي اقول انا هصمم سامبلنج بلان الريسك مثلا ما يتعداش 1% في الحاله دي، في حاله الكونسيومر او في حاله البروديوسر. يبقى انا في الحاله دي السامبلنج بلان دي اللي هصممها، هختار سامبل سايز قد ايه، اكسبتنس سامبل قد ايه عشان يحقق لي اللي انا عايزه. يبقى ده اللي انا بعمله بايه، بالديزاين بتاع السامبلنج بلان بتاعتي. تعالوا نبتدي نتكلم في الاول على البروديوسر ريسك. والبروديوسر ريسك ده بسميه الفا. دلوقتي انا البروديوسر ده ممكن يبقى شركه، ممكن يبقى ديبارتمنت معين بيدي لديبارتمنت تاني او بيدي لشركه تانيه. دايما في عندي ريسك ان انا لوت معين كواليتي بتاعته كويسه ان انا ارفضه. يبقى البروديوسر ريسك ده كتعريف كديفينيشن probability of rejection of a conforming lot، ايه احتمال ان انا ارفض conforming lot. الريسك دي عاده بتتاخد اللي هي متفق عليه 5%، يبقى انا الريسك بتاعتي ايه 5%. لكن ممكن ان انا اضيق على نفسي اقول ان انا عايزها 1 من 1000 او 1 من 10 على حسب انا عايز ايه في الكيس بتاعتي. لكن الحاله العاديه لو انا اللي بحطها وبختارها اللي هي الكيس العاديه 5%. طيب بس انا بتكلم على ايه، على probability of rejection. هل انا عندي في اي كيرف الاو سي كيرف بتاعي باسم بعلاقه بال probability of rejection؟ انا عندي دايما العلاقه بتاعت الاو سي كيرف ايه، علاقه probability of acceptance. يبقى انا لما اجي اقول انا عايزه 5%، ده احتمال الرفض. يبقى انا لو عايز ادخل بالقيمه دي في probability of acceptance يبقى هتساوي ايه 95%. معنى ان انا احتمال ان انا ارفض 5%، يبقى احتمال ان انا اقبل كام 95%. يبقى انا هنا من الاو سي كيرف 95%. هو ايه اللي من الاو سي كيرف؟ انا هنا بيبقى في عندي نقطه محدده بحطها واختارها على اساسها السامبلنج بلان. يبقى ده اللي انا بعمله. خلي بالكم انا دلوقتي عايز اختار سامبلنج بلان معينه، ما بختارهاش عشوائي كده، انا بحدد انا عندي نسبه معينه من نون كونفورمينج عند مثلا الشكل اللي احنا قال. لو انا عندي 7% نون كونفورمينج انا عايز ما تتعداش الريسك بتاعتي، او الريسك بتاعتي ما تتعداش 5% بتاعت ايه من وجهه نظر البروديوسر. يبقى دي نقطه على الكيرف. يبقى انا براعي ان انا بختار السامبلنج بلان ان انا النقطه دي تبقى موجوده على الاو سي كيرف بتاعي. يبقى ده البروديوسر ريسك بتاعتي. يبقى انا هنا البروديوسر ريسك الفا دي 5%، بس ده ايه، ده البروبابيلتي اوف ريجكشن ما ننساش. يبقى انا لما اجي ادخل عليها على الكيرف تبقى دي بتديني البروبابيلتي اوف اكسبتنس، بس قدام مين؟ لازم قدام برسنتج نون كونفورمينج معين. ان انا اجي اقول لو انا عندي لوت الكواليتي ليفل بتاعه او الانكمينج كواليتي بتاعته 7%، 1%، 7 من 10، وات ايفر، يبقى انا الريسك بتاعتي عند النقطه دي ما تتعداش ايه 5%. يبقى هو ده القيمة اللي أنا بجيبها. وفي الحالة دي بسمي إيه القيمة دي اللي هي average quality limit. يبقى أنا عندي
ال average quality limit دي النقطة اللي أنا إيه بشتغل عندها، اللي هي إيه بجيب عندها ال probability of acceptance الخاصة بإيه بال producer risk. يبقى مين بقى ال acceptance quality level؟ ده ال maximum percent non-conforming اللي أنا بالنسبة لي considered satisfactory. يعني أنا هقبلها، أنا عايز أنا ال quality level بتاعي جاي أقولك أنا بالنسبة لي لو أنا عندي 7/10% non-conforming في الحالة دي أنا عايز rejection probability تبقى بس 5%، لأن أنا بالنسبة لي ده ال quality level اللي أنا عايزه. يبقى أنا لو اللود بتاعي ده ال quality level اللي أنا عايزها أو ال accepted بالنسبة لي كانت 7/10، فأنا عايز نسبة الرفض بتاعتي تبقى إيه قليلة جدا، عايزها متتعداش 5%. معنى أصح إن أنا لو عندي 20 لوت، ال20 لوت دول ال percent non conforming بتاعهم 7/10%، يبقى أنا هرفض حوالي إيه لوت واحد منهم بس، هو ده إيه الريسك بتاعتي، مش عايزاها تبقى أزيد من كده. ده معنى ال acceptance quality level. عشان كده بقولك أنا عند بحدد نقطة معينة، بحددها لك في المسألة إن أنا عندي acceptance quality level معين عايز عنده اللي هو إيه ال probability of rejection متتعداش قيمة معينة، لأن ده accepted بالنسبة لي، فأنا مش عايز أرفضه أساسا. فده ايه؟ فما بعديهاش قيمة معينة، القيمة العادية زي ما قلنا بناخد 5%، إلا لو أنا اديتك في المسألة حاجة تانية مختلفة. ايه بقى الكونسيومر ريسك؟ الكونسيومر ريسك ده احتمال إن أنا أقبل نون كونفورمينج لوت، خلي بالكوا ده احتمال قبول، وده عادة بيبقى 1/10. طب احتمال قبول، خلي بالكوا لو بصينا على الكيرف اللي تحت، لو أنا برسمه على الـ OC كيرف هنلاقي إن هو بيتحط زي ما هو. خلي بالكوا أنا حطيت هنا كنت حاطه البروديوسر ريسك 95%، ليه؟ لان انا قلت احتمال الرفض 5%، وانا هنا برسم الواي اكسس بروبابيلتي اوف اكسبتنس، عشان كده خدت مكمله الواحد، يبقى انا احتمال القبول 95% اللي انا كتبتها. لكن الكونسيومر ريسك بقى ده احتمال ان انا اقبل نون كونفورمينج لوت، يبقى انا هحطها على طول ب1/10، عشان كده محطوطه تحت وبديها رمز بيتا. طيب هنا اللي انا رسماه ده ان انا عندي نسبة معينة اللي هي 2.6 percentage non-conforming، ده incoming quality بتاعتي، انا دي مش عجباني، فانا بقول consumer انا لو نسبة العيوب في اللوت موجودة كده انا عايز احتمال ان انا اقبل النسبة دي ما يتعداش 1/10، يعني انا عايز القبول ما يبقاش ايه ازيد من 1/10 اللي هو 10%. يبقى انا عندي القيمة دي بسميها limiting quality level. يبقى limiting quality level ده percent non-conforming في اللوت اللي انا الكونسيومر بيتمنى، دي نسبه مش عاجباه اساسا، بيتمنى ان هو نسبه الاكسبتنس بتاعتها تبقى قليله قوي، اللي هي ما تتعداش ايه قيمه البيتا اللي احنا حاطينها. فلو بصينا على الكيرف ده، ايه معنى الكلمه دي؟ معناها ان انا لو عندي نسبه ليميتنج كوالتي 2.6% نون كونفورمنج، عايز الاكسبتنس بروبابيلتي بتاعتي ما تعديش 10%. او معنى اصح لو انا عندي 10 لوتس، ال 10 لوتس دي نسبه العيوب اللي فيهم 2.6%، يبقى انا عايز ادي بس ريسك ان انا اقبل 1/10 دول بس. ده معنى الكونسيومر ريسك اللي عندي. انا هنا هقف في الليكتشر دي على الجزئيه دي عشان نبقى فاهمينها كده، والليكتشر الجاي هتكلم بقى على الديزاين بتاعه البلان طبقا بقى للكونسبت بتاع البروديوسر وطبقا للكونسبت بتاع الكونسيومر، على اساس الكونسيومر ريسك وعلى اساس البروديوسر ريسك.